بسم الله، النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض كده ازاي نستخدم السكينه. فودع صاحبك يا كلمبي، عشان نستخدم السكينه نحط اي شكل نقطع فيه، تمام؟ زي المكعب دوت، هدخل جواه ده، اختار ان انا اقطع فيه في البولجن، هقول له كي اختار السكينه نف. مجرد ان انا هضغط هنا واسحب لهنا الاقي ان شكل القطع معايا، تمام. في طريقه تانية، كنترول زد، عندي حاجه اسمها فيزيبل اونلي، دي ممكن اشيل العلم من عليها. ده هيعمل ايه؟ هيخليني لما اقطع في جميع النواحي مره واحده. يعني لما تيجي تبص كده على الشكل تلاقيه قطع في الاربع نواحي مره واحده، بينما ان انا لو علمت العلامه ديت وجيت استخدمت السكينه من هنا لهنا ولفيت الشكل بتاعي هلاقي هو قطع في الشكل اللي ظهر قدامي دلوقتي بس. طيب ايه الفايدة من ان انا قطعت الشكل دوت او استخدمت السكينة؟ ان انا ممكن اطبق الاكسترود او اي امر من الامر اللي هنا، زي بيفل، زي اي امر انت عايز تطبقه، بمجرد ان انا اختار الجزء دوت واتحرك بيه هتلاقي ان الموضوع بقى اسهل معايا. ليه بقى كل شكل لوحده؟ الطريقة ديت اهي، فهو الأمر بسيط. ممكن باستخدام أمر كي، حرف كي، أبدأ أقول له أنا هقطع هنا، وتبدأ تستخدم أي أمر وليكن مثلا بيفل بالشكل دوت، تمام. اتمنى يكون الامر سهل وبسيط وتقطعه في الشغل بتاعكم.